هاي لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا فقرة جديدة بميدان لبنان. اليوم ضيف جديد وبرودكت جديد. اليوم حنحكي عن سترينج ارتس، يعني رح نفوت شوي بالارت اليوم اكثر من البرودكت، ورح نتعرف على جوني اسحاق اللي هو بيهايند مستر هاند ميد، رح يخبرنا اكثر عن هالبراند. اهلا وسهلا فيك معنا جوني اليوم. كيفك؟ ماشي الحال. اي هوب يور جود. اليوم بدك تخبرنا وتخبر المشاهدين شو عم تعمل. عم بشوف تابلويات من خشب، نوع ارت يمكن مش الكل بيعرف شو هو، اللي هو السترينج ارتس. عم نشوف شيء كثير حلو، شيء معمول يعني بالايد مانوال. فبدك تخبرني شو عم تعمل، شو هو السترينج ارت، منين مبلش؟ خبرنا شوي اكثر. اوكي سو فكره السترينج ارتس، اول شيء هن مسامير بنرسم فيهم رسمه على خشبه، وبنكون بذات الوقت عم نرجع بنخيطهم او عم نشبك الخيطان فيهم تيطلع لنا الديزاين اللي بدنا اياه بالاخر. بلشتها من حوالي شي سنتين، بكره ب 30 جون بصير لي تقريبا سنتين على القد. وكانت الفكره كانت جفت لحدا من رفقاتي على عيد ميلاده، وحسيت انه الكل حبها وكانت نايس الفكره، فقلت واي نوت انه بلش فيها بزنس. هي لك هوبي؟ يس اتس هوبي. بلشت هوبي غير اللي انت عم تدرس، انت يور ستيل ستودنت، بعدك تلميذ جامعه. ام ستيل ستودنت، عم بدرس بايو كيمستري، وهيدي كانت ماي هوبي. بس على طول الواحد بيكون عنده الهوبي بتكون شوي ارتستيك اكثر من المين اللي عم بيشتغلوا او اللي عم بيدرسوا. سو انت بايو كيمستري والهوبي تبعك السترينج ارتس. بقول لك سنتين مبلش. بلشت من جفت صغيره وهلا صار عندك اياها بزنس، وبزنس كثير حلوه وبتلفت للنظر، لانه فكره حلوه لواحد اذا بده ياخذها له حتى فور جيفت حلوه. بتاخذك وقت كثير تعملهم تقريبا حسب اللوحات، في لوحات بتاخذ تقريبا الاربع ساعات شغل، ودقيقين بيبقوا حسب، مثلا مثل عندنا اول وحده فيها شغل وفيها دقه اكثر، سو بتاخذ وقت. بتشبه شوي الكانفا اللي بيعملوهم او القصص التطريز. يس يعني تقريبا بتحس فيها شوي منها للقصه تقريبا، لانه كله فيه خيطان. صح. وكلهم بتشتغلون يعني على طول في ميكس اوف خيطان ورسم. يس لانه اول شيء انا بدي ارسمها للرسمه تقدر تطبقها على الخشبه، وكون عم دق المسامير بطريقه تطلع مزبوطة وتطلع للرسمه. كثير حلوين، فكره حلوه. هلا اليوم دومينانت لون البينك الروز. يمكن انك عرفتني انا بعد بحب الروز. جبت كل شيء لونه بينك، وفيك تدخل الالوان اللي بدك اياها والرسمات اللي بدك اياها 100%. يعني اليوم اللي بده يطلب منك شيء، اذا بقول لك جوني انا بدي اعمل جيفت، بيعطيك الفكره وانت بتطبق له اياها، بتعطيه اوبشنز. صح، بكون عم بعطيه اوبشنز حسب لشو الفكره، شو الايفنت كمان. وين عم تشتغلها؟ بشتغلها بالبيت، انه اي هاف ناتاليه صغير هيك على السطح مثل ما بيقولوا. عم نشوف هلا صور عن اشياء عاملها. فكره كثير حلوه فور جيفت، يعني اليوم هلا مثل ما شفنا هيدي خرج بيبي بورن، فيك تاخذها لحدا اذا ناقل على بيت جديد. عم نشوف في صور قديسين كمان اليوم، كثير كل العالم بتحب تحط عندها صور للقديسين، وطريقه حلوه وشوي اوريجينال، انه منا الصوره العاديه. صح. معموله بطريقه حلوه، وحتى هيدي هوم سويت هوم بتحط صور، افكار حلوه. وين عم تطلع فيهم للافكار؟ اوكي سو الافكار انا بجرب اني اكون عم بخلقهم، او انه اشوف فكره وكون عم بعمل شيء قريب عليها وطورها. مثل ما هيك بلشت بافكار صغيره وشوي شوي بعمل كولكشنز جديده. بتحس انت بتطلع فكره بترجع بتجر فكره ثانيه. 100%. عم بلاحظ كمان عندك انك بتحط الاسم وبتحط الهوروسكوب. صح، هيدي كانت من اول الافكار اللي بلشتهم، انه بلشت بالاسم والهوروسكوب، وكانت الفيرست جيف اللي عملتها لرفيقتي بوقتها وكملت فيها. كان كادو لرفيقتك بالاول. يعني لازم تتشكرها لرفيقتك. هي اللي فتحت لك هيدا الباب الكبير. كيف عم بتحس العالم عم بتحب هيدا الشيء؟ لانه فكره جديده، مش الكل يمكن بيعرف. 100%. العالم بس عم بتشوفها انه فكره جديده وايديا جديده، فيها ناخذها جيفت. مثلا فكره، مثلا صوره القديسين منا من الصوره العاديه، فبينبسطوا وبيتشجعوا اكثر يكونوا عم ياخذوها. حتى الشمع، شو عم تعمل غير التابلويات؟ في شيء ثاني عم تعمله؟ هلا فينا نكون عم نشتغلهم مثل ما قلنا الشمع، يعني هي كاندل ونحط الحرف عليها او هلا ديزاين عليها، فينا نعمل منهم بورتكليات صغار، في اي كذا ديزاين. يعني انت منك حاصر حالك بس بالتابلويات؟ لا مش يعني بس انت بقى. اليوم اذا حدا طلب منك شيء ثاني بتقدر تنفذه، بتقدر تعمله، واكيد بتزيد التاتش تبعك، بتزيد الافكار لإلك. شو معقول تعمل شيء جديد؟ شو هيك، شو معقول هيك يكون بعد في براسك على بالك تعمل، على بالك توسع، على بالك تكبر، على بالك تطلع بايتم جديد؟ هلا على بالي يكون عم بعمل سترينج ارتس على ايبول، يعني يكون على حيط كامله، يكون عم بقدر اشتغلها. صعبه يمكن شوي تاخذ وقت بس انه اتس نايس ايديا. لان انت بدك تدق المسمار 100% وترجع تحط عليه الخيط. يعني هلا عم شوف هون كيف المندقوقين المسامير وكيف الخيطان مشبكهم ببعضهم. في طريقه لتشبك الخيطان اكيد مش حيلا طالع نازل، مش هينه يعني قصدي المكان يعملها.
صح. اوكي، شو عم بتحس الطلب اكثر شيء عم بيكون؟ يعني العالم اليوم وقتها بدهم يدقوا لجوني، شو عم بتحس اكثر شيء عم بيكونوا حابين؟ فكره الاسم والهوروسكوب كثير اخذت ضجه وكثير العالم تشجعت عليها وكانوا عم بياخذوها اكثر شيء جيفتس بيرث داي وهيك، وكمان الاديسين ريسنتلي اشتغلت منيح وكان في كثير عالم عم بيحبوهم. انت مش من الاول بلشت بالاديسين؟ لا هلا بلشت ريسنتلي. وعم بيكون عندك يعني بيكون في شيء جاهز ولا واحد بده يدق وبده يطلب وبده يقول لك شو بده؟ هلا هو اضبط يكون واحد عم بيوثق قبل لانه بتاخذ شغل بكون عم نحضر له اياها على الطلب اللي هو بده اياه. قد ايه وقت تخلص؟ بدها تقريبا هي شيء 5 ايام، اذا كان عم بوثق قبل بجمعه بتكون كثير منيحه. بس شوي بايو كيمستري وهذا الشيء الارتستيك مخصهم ببعضهم، صح؟ عم بتلحق بين الاثنين لانه بحس هذا الشيء بده شويه تركيز، بده وقت، بده طوله بال. صح اكيد بده كثير وقت وبده طوله بال ورواق، بس انه اتس فاين لهلا ماشي الحال. في حدا عم بيساعدك؟ لا بشتغل لحالي. لحالك؟ يس. قديش اريح بكون هيك لحالك تعمل شيء؟ يو فيل فري اكثر تشتغلي انت، وانا كثير بيكي بالقصص وبحب تكون شغله 100% عزوي. اصلا اللي بده يشتغل بهذا الشيء بتحس بده دقه، يعني بده طوله بال وبده دقه، ما حلو واحد يكون قاعد على راسه او عم بيقول له اعمل هيك وتعمل هيك، يعني واحد بتحس عنده فن بده يعملها، بده يفضيهم بالشيء اللي عم بيعمله. اتس فيري نايس الفكره تبعك، يعني حلوه وفريده من نوعها، مش شيء بنشوف منه كثير. اليوم العالم بتحس انه العالم بتحب تاخذ جيفتس وشوي عم تكون ليميتد، انه العالم ما بدها تعيد حالها، والكستمايز جيفتس عم بيكونوا كثير فكره اخر فتره، العالم عم بتحب انه تاخذ شيء كستمايز. سو انت جامع من كل شيء، واحد بيقدر يحط هوروسكوب، اسم، بيبي بورن، بيت جديد، كله الافكار جاهزين، وحتى اذا واحد قال لك شو بده فيك انت تطلع له 100%. كنا عم نخلق فكره جديده لايفنت وايفر كان الايفنت ما بيأثر. جوني اليوم لكل المشاهدين اللي عم يحضروك واللي عم يشوفوا البرودكت تبعك وحبوا وعندهم جيفت وبدهم يبعتوها، شو بدهم يعملوا؟ شو الستبس؟ كيف بدهم يحكوا؟ كيف بدهم يتواصلوا معك؟ اوكي، الستبس هن انه بيحكوني على انستا دي ام على mr.handmade.lab mr.handmade.lab وبيكون انا عم برد عليهم باي دي ام وبنوصل وبنحكي وبيبعثوا لي ايدياز بفرجيهم شو عندي ايدياز. اوكي، سو انت بتاخذ وبتعطي معهم؟ صح اكيد. وذن ويك جمعه بيكون تقريبا بيكون خالص. بيكون خالص. كثير حلو اللي عم تعمله، كثير حلو هذا الشيء الجديد، يعني اذا بدنا نقول فكره جديده لكل المشاهدين اللي حابين ياخذوا جيفتس ومش عارفين شو بدهم يعملوا، يمكن طلع الحل اليوم جوني بحل لكم اياها، شو ما كانت المناسبه بيلاقي لكم شيء يعملوا لكم اياه. ميرسي كثير جوني لوجودك معنا، خليك عم تعمل عم تعملوا لأنه كتير حلو. مشاهدينا فقرة ميدن لبنان خلصت لليوم، نحن ناخد فاصل ونرجع نكمل بقى لايف.